السلام عليكم، معكم عمرو موسى من قناة الغاوي قهوة. بعد ما جربنا نانو بريسو في تحضير القهوة من خلال البن المطحون، وبما إنها ماكينة قهوة محمولة واستخدامها في الغالب هيكون بره البيت، فيهمنا طبعا طريقة الاستخدام الأسهل والأبسط في استخلاص قهوتنا. عشان كده هنجرب مع بعض استخلاص القهوة للسبريسو بالكبسولات من خلال إضافة إكسسوار خاص بالكبسولات المتوافقة مع نسبريسو. الانس ادابتور بيجي لوحده في كرتونة بتكون مكوناتها كالتالي: المنيو والادابتور الخاص بالكبسولات وفرشة للتنظيف والجراب الخاص بالتنقل او الخاص بالادابتور والفرشة. أما الأدابتور فهو عبارة عن قطعتين، قطعة خاصة بمكان الكبسولة والبورتا فلتر. تعالوا نبدأ نجربها مع بعض. طبعا في شركات كتير بتنتج كبسولات متوافقة، تقدروا تختاروا النوع اللي يناسبكم. ودي بتكون الكبسولة اللي بنستخدمها مع الأدابتور. هنركب الكبسولة هنا في مكانها. هنشيل الباسكت الخاص بالبن المطحون، مش هنستخدمه، وهنركب الجزء ده في الماكينة. بالنسبة للناس اللي الماكينة بتاعتها لونها مختلفة زي حالتي، ممكن نغير الغطاء، بس ناخد البورتا فلتر الخاص بالكبسولة. نقدر ناخده ونغيره مكان البورتا فلتر بتاعنا. وبكده بتكون الماكينة جاهزة للتشغيل. يلا بينا نبدأ في استخلاص القهوة.
وكده خلصنا قهوتنا اللي استخلصناها عن طريق كبسولة القهوة. زي ما انت شايفين شكل ولون القهوة، والكريمة ناعمة ولونها ذهبي وكثيف ما شاء الله، وريحتها فايحة وقوية. حتى وانا بستخلصها ريحتها كانت قوية ما شاء الله. طعمها ممتاز. طعمها قوي وموزون، تقريبا زي اللي ناخده من الماكينات التانية زي ديلونجي ونسبريسو وغيرها. ودي كانت تجربتنا، حبيت اني اشارككم التجربة كخيار اسهل للاستخدام خارج البيت. وياريت تكتبولنا في التعليقات تجاربكم ورأيكم، وكمان شاركوا الفيديو عشان يفيد الجميع. وفي نهاية الفيديو بشكركم على المشاهدة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. في أمان الله.